والله ما اعرف يعني، حتى واحد ما يقدر يتحرك هنا. انا شلون عايشين عالم هنا ما اعرف، شلون عايشين هنا ما اعرف. مدرسه طايحين، معلم بس الطينه الطينه الطينه، بس خلي اشوف هذا الشارع شلون شنو. شوف هاي الزباله، هاي الحجي، الله يساعد اخويا. شلونك؟ الحمد لله. بوار طاقه و اي صوندات وهاي الخيس قدامكم باعوها. هذا مي صافي هذا؟ اي صوندات طاقه هنا. هذا ماي صافي. اي صار تقريبا فوق ثلاث اسابيع صار. هذا ماي صافي دا يطلع مو؟ ماي صافي ما صوندات. باع منه وباع منه. كسره وهسه انت دا تسوي. كلها جاي مكسره وجاي اسوي. هاي الناس مطلعيك هنا على حسابهم. على حسابهم. ابو الشباب تعال ايش في محلك تعال. احمد والدك جونا هنا سوينا قالوا راح نفتح لكم السوق، نسوي لكم مجاري، نسوي لكم تبليط، ترتيب نسوي لكم. ونحفر لكم اياها كلها، انتم جاهزين شيلوا. فلشنا هاي محلاتنا، فلشناها وكملنا وكل شيء. نوبوا جونا بالشفلات فلشوا وانكسرت هاي صوندي وهناك صوندي وهناك، وعلى حسابنا جمعنا كل واحد راح يطلع 10 من 15000 وجوز ازيد بعد. والرجال ما يدري وين يلقاها هنا بعد. قالوا نجيكم ما جونا، وجبنا الرجال هذا وجينا قلنا له عمي احفرها واحنا نعطيك تعاملنا وياك. مو 100000 عمي ولا لا؟ هذا 100000. وهم يوميا خابرهم يابا تعالنا بمجلس بلدي، قال لي باكر جايكم، مطرت عقبه جايكم. هسه اليوم صح وماكو مطر، اكو مطر؟ كل شيء ماكو لا جانا اخر شيء. خابره ذاك الرجال قال له عمي جيب طلع، لو يجيك ابو الكرين هاي مال الدوله هذا البوكلين، لو يجيك ب 100000. لو ما يجيك، لو ماكو تطلع واحد على حسابك. هاني اشكرك ممنون.